غانم من منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم بعد تخريب وتكسير محتويات المنزل. دعونا مباشرة نذهب إياكم في هذه اللحظة لنتحدث ونستفسر حول ما يتعلق وما بعد الاقتحام الأحدث الذي قام به جيش الاحتلال لمخيم طولكرم. سنذهب مباشرة مع السيد فيصل سلامي مدير خدمات مخيم طولكرم. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد فيصل. صباح الخير إيه لكل المستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني يوم الأمس كان هنالك مؤتمر صحفي في من مخيم طولكرم. نريد أن تجمل لنا إن أمكن خسائر هذا المخيم وماهية كذلك ربما المناحي التي تتركز فيها الخسائر التي وقعت إثر ونجمت إثر هذا الاقتحام الإسرائيلي. يعني بداية نترحم الشهداء ونتمنى الفرج العاجل عن الأسرى والشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى بعد هذا النضال والتضحيات أن يترجم لنا وطن وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. مخيم طولكرم في الأمس أعلننا من خلال مؤتمر صحفي في مخيم طولكرم أن مخيم طولكرم منطقة منكوبة على أثر اجتياح ودمار بنية تحتية شاملة استهدفت الشوارع والطرقات الرئيسية والخارجية والداخلية في مخيم طولكرم، وأيضا الشوارع المحيطة في المخيم التابعة للمدينة وبلدية طولكرم من شبكة طبعا تدمير. يعني هناك طاقم فني وهندسي مع قوات الاحتلال يحمل الخرائط ويستهدف أين مواقع شبكات الصرف الصحي لتخريبها، المناهي المزروعة في داخل الأرض، شبكة المياه. حتى هذه اللحظة أنا أتحدث معك على مدار 5 أيام لا يوجد مياه في كل بيوت المخيم، نعاني. وأيضا شبكة الكهرباء يعني في طريقها لا تشمل كل بيوت المخيم، عدا عن المنازل البيوت التي دهمها الاحتلال خسائر مادية كبيرة جدا. أقل بيت قدرناه في خلال زيارتنا له ما يقارب 100,000 شيكل، نتحدث عن تخريب ثلاجة، غسالة، كمبيوتر، أفران، بنحكي عن أجهزة لابتوب، عن خزائن، عن كنب، عن كل محتويات المنزل، يعني خراب ودمار. أقل شيء أنا بقدر أقل شيء قدرناه من خلال اللجنة مع الوكالة أو مع جهات الاختصاص أن زيارتنا لبعض البيوت، يعني ما دخلنا في البيوت 100%، لكن هناك خسائر. تقدر خسائرنا حتى هذه اللحظة من خلال اللجان المنتشرة من الحكم المحلي والأشغال التي تعمل في الميدان ووكالة الغوث وطاقمها واللجان الشعبية في المخيم والمؤسسات والطاقم الفني والهندسي، نتحدث عن 10 مليون دولار تقريبا خسائر المخيم طولكرم، ونفس الرقم إذا مش أكثر كمان في مخيم نور شمس. حالة الدمار وحجم الدمار كبير جدا. صحيح. يعني عندما نتحدث عن خسائر مالية صحيح تعوض، لكن هناك كمان في المخيم على مدار 3 شهور من هذا العدوان السافر على غزة والضفة ومخيم طولكرم تحديدا نتحدث عن خسائر برضو بشرية. ونحن دائما نقول الإنسان أغلى ما يملك، يعني فراق الأحبة والأصدقاء والأبناء غالي وعزيز جدا، لكن هذه الخسائر تعوض. هنا من خلال هذا الصوت الحر ليسمعنا الجميع، هناك تقصير أولا واضح من وكالة الغوث حتى هذه اللحظة. وهنا ما أريد أن أسأل وأستفسر، يعني كان في الأمس القريب هنالك زيارة من ممثلين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، يعني ب10 ملايين دولار وقد تزيد عن ذلك. نتحدث عن خسائر، نتحدث عن فقدان منازل، عائلات أصبحت بلا مأوى، نتحدث عن أضرار وتخريب حقيقي لدى ما يزيد عن 1,000 منزل في مخيم طولكرم، عن بنى تحتية مدمرة كليا. يعني فعليا المخيم هو مقلوب رأسا على عقب بهذا الدمار الذي خلفه الاحتلال إثر اقتحامه الأخير، يعني أو ربما الأحدث من ضمن الاقتحامات المتكررة. بماذا أجابت وبماذا يعني قيمت ووصفت وربما يعني صرحت الأونروا؟ هل سيكون هنالك مساعدات في الأفق؟ هل سيكون هنالك مد يد العون لمن هم مسؤول عنهم بالدرجة الأولى كلاجئين؟ نعم، بالدرجة الأولى وكالة الغوث هي المسؤولة عن اللاجئين في المخيم بالجانب الإنساني والأخلاقي والإغاثي. وللأسف على مدار
أخت وفاء، 4 شهور من الحرب، إذا حتى في ظروف أكثر الوكالة لا تقدم سلة غذائية للاجئ يعيش تحت الدمار في بطالي وفقر وحرمان، وكثير من أبناء المخيم حاليا يعني لا يستطيعون العمل في أي مجال على الإطلاق، يعني وقف الأعمال في كل في الداخل والخارج، وأيضا لا يستطيع الواحد العمل في داخل إسرائيل ولا حتى في أراضي السلطة. هاي جانب. الجانب الوكالة كمان مسؤولة عن الجانب الإغاثي والبنيان والإعمار في المخيم، حتى هذه اللحظة ليس لها علاقة لا في بنية تحتية ولا في تأهيل منازل، اللي منازل اللاجئين اللي حاليا تعرضت لدمار من شباك لباب. حتى احنا لا نطالب الوكالة ببناء قصور وتزفيت شوارع بشكل حالي، لا، احنا طلبناهم كوكالة غوط تتحمل مسؤوليتها من خلال جولة مدير المنطقة ونائب مدير المفوض العمليات في الوكالة. جينا نشكي له همنا، صار يشكي هو همه انه الوكالة تعيش في أزمة مالية خانقة، وأن الدول المانحة والمتبرعة وأكبرها أمريكا والاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة لا يفي بالتزاماته المالية تجاه صناديق وكالة الغوط لتستطيع تقديم الخدمات للاجئين في المخيم وفي كل المخيمات، ليس فقط في مخيمات الكرم بل في لبنان في كل المخيمات. هذا لا ذنب لنا، نحن كلاجئين نعيش في ظروف احتلال، وأيضا من ضمن الاتفاقيات الدولية هي الوكالة مسؤوليتها أن توفر الأمن والأمان للاجئ في المخيم الذي يقتل ويقصف ويدمر بيته في مرأة ومسمع كل عام. وكالة الغوث تتنصل من مسؤولياتها وتتضرع بذرائع وحجج واهية جدا. هذا لا ذنب للاجئ، اللاجئ في المخيم حقه أن يتلقى الخدمات كاملة غير منقوصة، وهي مسؤولية الوكالة ونحملها ونحمل المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، يقدم الدعم المالي للوكالة حتى تستطيع تقدم خدماتها الكاملة الصحية والتعليمية والخدماتية والإغاثية في هذه الظروف. لا تقدم لنا إلا قدمت بعض المساعدات البسيطة جدا لبعض المنازل من يعني خلينا نقول على مدار 3 شهور، قبل 3 شهور قدمت عينة بسيطة لبعض البيوت. طب يعني بصراحة شو الفائدة من زيارتهم ومن إطلاعهم ومن تصويرهم للأحداث، وإذا كانت يعني جبتك يا عبد المعين تتعين القيتك بدك مين يعينك يعني بالعامية يعني زي ما بنقول. أنا قلت لك في البداية جينا نشكي همنا، صار هم يشكونا همنا، بصير إحنا بدنا نروح نشحد للدول من الدول المانحة مشان نضخ في مواطنهم. ما شاء الله. للأسف أخت وفاء، نصبوا للعلم يسمعني الجميع، نصف وزنة الوكالة بيكون 50-50 لكبار الموظفين الذين يعملون في وكالة طبعا الرواتب منهم. بدل مخاطرة بنحكي عن 10,000 دولار سكن فنادق سيارات، وغالبيتهم من يسكن في القدس الغربية وفي تل أبيب، هم يعني بيجي بعرفوا حالهم سواء إذا جنسيته سويسري ولا أبصر شو كندي وأين تسكن. فهي موازنة من حقوق اللاجئين، فيعني أجوا بعيطوا على ظروف الوكالة، هاي مسؤوليتهم. الجانب الثاني كمان لشك زارونا أخواننا في السلطة الوطنية، وزير الحكم المحلي ووزير الأشغال، وكانت هناك اتصالات من دولة رئيس الوزراء للإطمئنان على الوضع في المخيم. لكن احنا نقول شكرا لكم، شكرا لمن كان زار واطلع وصور، حتى الناس اللاجئين في المخيم شو بقولوا لنا بشكل واضح، بكفي تصوير، شبعنا تصوير، انتم بس بتيجوا تعملوا مؤتمرات وبتحكوا بتتصوروا وتنقلوا هموم. طيب احنا على مدار 3 شهور لا احد حتى هاي اللحظة يستطيع ايواء بعض العائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وهناك كثير من البيوت بيوتها أصبحت لا تصلح للسكن الآدمي، بدها بيت يستأجره، بيت ثاني بده يصلح. طب لماذا يعني اللامبالاة ويعني بين قوسين التطنيش من قبل الأنوروا لاستغاثات ومناشدات سواء اللاجئين أو حتى من هم مسؤول عنهم في مختلف أرجاء فلسطين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ يعني لو في دولة أخرى كما قال بعض كان أرسلوا بالملايين على السريع على الكبسة، بينما هنا حين يتعلق الأمر باللاجئين الفلسطينيين يصبح هنالك ضيق وأزمة اقتصادية ووضعنا صعب ومش قادرين وما عندناش سيولة. نحكي بصراحة أكثر بالجانب السياسي، الموضوع سياسي بامتياز. من يعني الجهة المنفذة والتي تتنفذ بالهيمنة على وكالة الغوث هي أمريكا وإسرائيل، ومعظم كبار الموظفين في وكالة الغوث نحكيها على الملأ يهود، يهودي يحمل
الجنسية الأمريكية أو سويسري أو كندي أو مرات إيطالي، لكن هو أصله يأتي بتركيب سياسة، وهي من جملة السياسات على الوكالة هي مؤامرة وكالة غوط تصلية قضية اللاجئين. وأيضا كثير ما أنت سمعتي وجوز تبعتي نتنياهو حكاها بالملأ أنه يجب إنهاء وكالة الغوث. إنهاء وكالة الغوث يعني إنهاء قضية اللاجئين، فهي مؤامرة سياسية، تضييق مالي، خناق، حصار، نفس ما يجري على السلطة الوطنية حاليا من قرصنة أموال وسرقة أموال. السلطة الوطنية هي عبارة عن صندوق يتلقى من الدول المانحة والمتبرعة دعم، والوكالة الغوث تتلقى نفس الدعم بنفس الاتجاهين. إن لم يكون هناك ضخ، ليس يعني هو للتوضيح ليس أكثر، للتوضيح، لم يكون ضخ لأموال أمريكا والتي تمنع توفير وإيصال الأموال لصناديق السلطة والوكالة، لا تستطيع لا سلطة ولا وكالة تقديم خدمات، لأن السلطة والوكالة ليس لها، ليس هي دول نفطية، ولكن هي صناديق تتلقى التبرعات بشكل، خلينا نكون واضحين، تتلقى التبرعات. بدون تبرعات ودعم لا تستطيع، يعني السلطة لا يوجد هناك موازنات تقدمها للشعب الفلسطيني حتى تعمل على تعزيز صموده في أرضه. هناك قرصنة الأموال، والوكالة هي قلت لك بكل حديثة تأتي لتشكي همومها، في هناك يعني عجز مالي للوكالة. هنا احنا نقول احنا مش مشكلتنا كلاجئين في المخيم، نعيش في ظروف صعبة وقاهرة، احتلال يقتل يدمر يخرب على المجتمع الدولي، والمؤسسة الوكالة مؤسسة دولية عليها أن تلجأ، وهي التي تطالب بتوفير المال وليس نحن كلاجئين. فأصبحنا كلاجئين نحن نرفع أصواتنا نطالب دول مانحة بأننا نترجاها مشان توفر لنا أموال تتضخ في صناديق الوكالة. احنا بنقول هاي بالملأ مش مشكلتنا، احنا لاجئين صرنا تعرضنا لنكبة لنكسة لدمار، حاليا نعيش في المخيم، منطقة كنا منطقة منكوبة ونعيش في كوارث لا شوارع حتى في الطرقات، لا يستطيع الإنسان. هل لا تزال المياه والكهرباء يعني مقطوع عن المخيم؟ نعم نعم، الكهرباء جزء كبير، وأنا قلت لك هناك استهداف لما يكون في عندنا طاقم فني هندسي جاي مدجج مع قوات الاحتلال يستهدف المحول، محول الكهرباء لحتى هذه اللحظة 10 محولات إذا مش أكثر حسب معلوماتي لبلدة الكريم، المحول الواحد 66,000 شيكل بتم استهدافه بإطلاق الرصاص عليه. 2 يستهدفوا شبكات الصرف الصحي والمناهي اللي بتكلف، طبعا بنحكي عن حتى هذه خسائر البلدية لوحدها فاقت 500,000. هناك برضو مشكلة عند البلدية، وتحدثنا في اجتماعاتنا كلجنة شعبية في مخيم الكرم نور شمس، باجتماعاتنا مع رئيس البلدية والطاقم الفني والهندسي في البلدية وضحوا لنا انه احنا هذا اصبح يفوق قدراتهم، وبصراحة يعني نعم يعني اكثر من 500,000 اخت وفاء، يعني هناك برضو خسائر كبيرة البلدية بتتكبدها لا شك، وهي الجهة الوحيدة اللي تأتي مع الأشغال في أول لحظة لانسحاب قوات الاحتلال من المخيم، سواء فضل الكريم بنور شمس أول جهات مسؤولة تأتي بلدي مطاقم الطاقم الفني والهندسي في بلدية العمال، شكرا لكل عامل في البلدية مياه وكهرباء وخدمات بشكل عام، وأيضا وزارة الأشغال طاقمها التي تأتي أول جهات لتقوم بتنفيذ وتسهيل الطرق وتوصيل المياه. حتى هاي اللحظة أنا أتحدث معك وهي عمال البلدية منتشرين في كل الشوارع في توصيل المياه قدر الإمكان وإصلاح بعض الخطوط اللي مدمرة. إحنا بنحكي عن إشي مدمر، شبكة مياه دمروها، يعني إحنا سنتحدث بدنا شبكة مياه كاملة. قلت لك الاستهداف بشكل مخطط من خلال خارطة هندسية بضرب كل شبكات المياه حتى كمان تستمر المعاناة لأكثر من أسبوع، ما زلنا نعاني لا مياه كهرباء جزء منها وصل جزء لا، الاتصالات ما يتعلق بالنت وجميعه، يعني احنا بنحكي عن حالة نعيشها في المخيم حاليا. بيوتنا كل البيوت مدمرة، لا ثلاجي لا غسالة لا ملابس، حتى الملابس احصائي كلها تعوض. المياه شيء اساسي ضروري للانسان في البيت مش واصل، الشيء الاهم ملابسنا في المخيم، كثير من بناتنا ستاتنا اخواتنا لا يوجد في بيوتهم ملابس. هنا احنا يعني نتمنى لا ونطالب مجتمعنا الفلسطيني وتحديدا رأس المال الكرمي، نعم، أين دور رأس المال، هوني أخذ وفاء صلت، أين دور رأس المال الكرمي في معاناة لأخ وصديق وقريب وجار نعاني في المخيم؟ أين دور رأس المال؟ ماشي نحن نقول أمريكا
وبريطانيا، هذول أعداء استعمار احتلوا بلادنا وما زال يدعموا بالمد المالي والعسكري الإسرائيلي لقتلنا. رأس المال، رأس المال هناك رأس مال مكدس، مكدس في البنوك. القطاع الخاص، القطاع الخاص، المؤسسات سواء المصرفية سواء القطاع الخاص الاستثماري، الشركات ما إلى ذلك، يعني هي الأخرى يجب أن يكون لها مساهمة من باب المسؤولية المجتمعية، وأن تكون شريكا في مثل هذا، يعني هذه الوقفة الوطنية بصراحة. يعني إذا في مثل هيك مواقف ما انوجدتش، إمتى بدها تنوجد؟ يعني هذا مهم جدا في مثل هذا الوضع الصعب اللي بيعيشه الأهالي سواء في مخيم نور شمس، مخيم طول كرم، في أماكن عدة يستهدفها الاحتلال بشكل متواصل، وبحيث يفقد المواطن في تلك المناطق أي شيء يتعلق بشريان حياة أو ببقائه. ولكن رغم ذلك المواطن يبقى صامدا، ولكن لا ننسى الدور الكبير المنوط بالأونروا التي تتنكر منه وتحاول أن تلقي المسؤولية أو اللوم على طبيعة الأزمات الاقتصادية، رغم أن ذلك يعني مفتقر للدقة وللموضوعية. إجمالا سيد فيصل، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، مدير خدمات مخيم طول كرم، شكرا جزيلا لك، ولكل الطاقم أيضا العامل لديكم.